أهلا وسهلا بكم متابعي قناة السكولة في كل مكان. معكم مس ولا العربي ومكملين حروفنا. معنا حرف إيه النهاردة يا ترى من حديقة الحروف؟ حرف إيه؟ حرف إيه؟ فكروا معايا. حرف قاف. حرف القاف. ممتازين يا أصحابي، قولوا ورايا القاف. حرف القاف، شايفينه يا أصحابي؟ القف فوقيها نقطتين زي عينينا الاتنين، القف فوقيها نقطتين زي عينينا الاتنين. ممتازين يا أصحابي، وانتوا بتقولوا ورايا. القاف سهلة خالص، بس بتقع من على السطر. القاف بتقع ايه؟ من على السطر، مش بتقعد على السطر خالص، لا بتقع من على السطر. شاطرين يا أصحابي، تعالوا ندور على حرف القاف بين الحروف. ده حرف القاف؟ لا ده حرف الفاء، قاعد على السطر يا مس ولاء وعنده نقطة واحدة بس. ده حرف القاف؟ صح ده حرف القاف، ممتازين. ده حرف القاف؟ لا يا مس ولاء، ده مش حرف القاف خالص، ده حرف النون. ده حرف القاف؟ صح ده حرف القاف، بس فاتح ايده يمسك اللي بعده. حرف القاف بس فاتح ايده ايه؟ يمسك اللي بعده. ممتازين يا اصحابي. مع كل حرف قصة. حرفنا النهارده حرف القاف، معاه قصة مميزة جدا، يلا بينا نسمع. كان القرد يقفز في الحقل وراء سنابل القمح، فوجد سنبلة تسقط، فالتقطها بسرعة وأكلها قبل الصقر. قبل مين؟ قبل الصقر. سمعنا يا أصحابي صوت حرف القاف اتكرر، يا ترى في كلمة ايه؟ في كلمة صقر. صقر، قرد، قمح. ممتازين يا أصحابي شاطرين، وتعالوا نتعرف على أصوات حرف القاف. يلا يا أصحابي نتعرف على أصوات حرف القاف من خلال فصول السنة الأربعة. ذهب حرف القاف إلى فصل الربيع وجلس ساكنا يستمتع برائحة الزهور، وأخذ يدندن بهدوء. صوت واضح؟ لا لازم حرف قبله، حرف متحرك مثل أق. أق صوته في السكون إيه؟ أق. أق مثل كلمة إيه؟ صق. صقر. صقر. وإيه كمان؟ عقد. 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 شاطرين يا أصحابي. ثم ذهب إلى فصل صيف وارتدى القبعة التي تنبت إلى حركة الفتح. ممتازين. أخذ يغني بصوت عالي قا قا قا. قمح مثل كلمة قمح. قلم. قلم. ثم ذهب إلى فصل الخريف ولعب بالطائرة الورقية وأخذ يقلص صوت الرياح قو 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 مثل كلمة قبعة. قبعة. قطن. قطن. شاطرين يا أصحابي رددوا ورايا. ثم ذهب إلى فصل الشتاء وركب الثلاجة التي ترمز إلى حركة الكسرة. ق كسرة. قي 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 مثل كلمة إيه؟ قرد. أحسنتم. قرد. قطار. قي قي قطار. ثم عاد إلى المنزل
وكده يا أصحابي تعرفنا على أصوات حرف القاف. يلا قول مع بعض تاني. قاف فتح قا قا قا. لسه كلمة إيه؟ قمح ق ق قمح ق ق قلم ق ق قلم. قاف كسرة قي قي قي. لسه كلمة إيه؟ قرد قي قي قرد قي قي قطار. قولي ورايا أصحابي قي 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 قطار. قاف ضمة كو كو كو. قطن قطن. قبعة كو كو قبعة. نلبسها فين؟ في الصيف قبعة. طب قاف السكون في حالة السكون أق أق. لازم حرف قبله أق أق. مثل كلمة صقر صقر. أحسنتم يا أصحابي، عرفنا على أصوات حرف القاف. يلا نكمل. إيه رأيكم يا أصحابي نروح رحلة إلى المزرعة؟ مين هيجي معايا؟ سامعاكم يا أصحابي الشاطرين، يلا بينا نروح بسرعة. هنشوف هناك إيه؟ بصوا معايا. قمح قمح. يبدأ بحرف إيه قمح؟ ق ق ق ق. ق فتحة ق ق ق. ق فتحة ممتازين قمح. وشوفنا إيه كمان معايا؟ بقر ب ق ق. حرف إيه ده؟ حرف القاف عليه ق ق ق. أحسنتم قاف فتحة ممتازين خالص يا أصحابي بقر. وشوفنا إيه كمان؟ بصوا كده بصوا معايا. قمر في السماء قمر. ق ق ق. يبدأ بحرف إيه؟ ق فتحة ق فتحة ق ق ق ق فتحة. كانت رحلة جميلة قوي معاكم يا أصحابي. أخدنا وشفنا إيه؟ شفنا القمح وشفنا القمر وشفنا إيه كمان؟ بقر. ودي كلمات بها حرف القاف. يلا أصحابي نلعب مع بعض لعبتنا المميزة. لعبة إيه؟ لكل كلمة وتقولوا لي هي بتبدأ بحرف القاف حركته إيه؟ يلا معي مستعدين؟ يلا. كلمة قطن قو 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 قو. عليها فتحة؟ لأ. عليها إيه؟ ضمة. ممتازين شاطرين أحسنتم. كلمة تانية كلمة تانية. قطار قي قي قطار. تبدأ بحرف القاف عليها الضمة؟ لأ. تحتيها إيه؟ كسرة. ممتازين أحسنتم برافو عليكم. قي قي قطار. تحتها إيه؟ كسرة. ممتازين. قبعة قبعة قبعة. عليها ضمة؟ صح صح عليها ضمة. قبعة قو قو قبعة. عليها ضمة. ممتازين يا أصحاب الشاطرين. قمر ق ق قمر. تحت كسرة؟ القاف تحتها كسرة؟ لأ لأ. ق ق ق ق فتحة. ممتازين يا أصحابي ق فتحة قمر. سمعت فقرة القراءة يا أصحابي؟ نقرأ كلمات كتير جديدة. مستعدين؟
عينينا على الحرف اللي بنشاور عليه. معنا كلمة را ضمة رو رو رو، زاي كسرة زي زي زي، قا فتحة قا قا قا. كلمة ايه يا اصحابي؟ تعالوا نجمعها، رو زي قا، رو زي قا. كلمة ايه؟ رزق رزق. شاطرين يا اصحابي. كلمة تانية، نون ضمة نو نو، قاف كسرة قي قي، لام فتحة لا لا. كلمة ايه يا اصحابي؟ تعالوا نجمعها، نو قي لا، نو قي لا، نقل. كلمة ايه؟ نقل. احسنتم يا اصحابي، شاطرين خالص. وصلنا يا اصحابي لميعاد وقت الكتابة. وقت الكتابة بنعمل ايه؟ وقف الفيديو، رح نجيب ورقة وقلم ونكتب ورا مس ولاء. هنكتب النهاردة حرف ايه يا اصحابي؟ حرف القاف. وقبل ما نكتبه لازم نراجع اصواته، قاف فتحة قا قا، وكلمة قلم اللي انتوا ماسكينه قلم، قي قي قطار، قو قو قبعة، قاف سكون مثل كلمة ايه مس ولاء؟ عقد عقد. شاطرين يا اصحابي، يلا نكتب حرف القاف، سهل وبسيط خالص. نقف على السطر يا مس ولاء ونلف اللف، لما نوصل للنقطة تاني وننزل نقع من على السطر ونطلع تاني. فاكرين لما قلتلكوا حرف القاف بيقع من على السطر ويطلع تاني؟ يلا ونديله ايه؟ نقطتين زي عنينا الاتنين. حرف ايه؟ حرف القاف. يلا يا اصحابي تاني، نقف على السطر نلف لف دايرة ونقفل الدايرة تاني، تقع من على السطر ونطلع تاني. اديلها ايه؟ نقطتين زي عنينا الاتنين. حرف ايه؟ حرف القاف. تاني يا اصحابي، من على السطر نلف اللف نقفل الدايرة ونطلع نقع ونطلع تاني، واديها نقطتين تاني، الف 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 اقفل الدايره وقع من على السطر واطلع تاني. حرف ايه ده اصحابي؟ حرف القاف. حرف ايه؟ حرف القاف. طب القاف اصواته ايه؟ قاف فتحه قا، قاف كسره قي، قاف ضمه قو. طب قاف سكون هنطقه لوحده يا مس ولاء؟ لازم احط حرف قبله يا مس ولاء علشان تتنطق صح. صوت الساكن لازم حرف قبله. لو عملنا ا ا ا اق، ا ا اق، ا ا اق. ممتازين يا اصحابي، شاطرين. تعالوا نشوف حرف القاف حرف طيب ولا مغرور، حرف بيحب يمسك ايد اصحابه ولا بيفضل زي ما هو بيرفس الحرف اللي بعده. يلا نشوف. زي كلمة في أول الكلمة، زي كلمة قرد. في وسط الكلمة زي كلمة مقص. وآخر الكلمة زي كلمة طبق. تعالوا ندور على حرف القاف ونعمل عليه دائرة. يلا ها، أول حرف في أول الكلمة شكله إيه مس ولاء؟ فاتح إيده على السطر، ما بيقعش، بيفتح إيده على السطر. طب وسط الكلمة بنقصر رقبته دي خالص ويمسك كده حرف القاف وسط الكلمة، فاتح إيده يمسك اللي بعده. طب وآخر الكلمة زي ما هي، آخر الكلمة زي ما هي، وسط الكلمة فاتح ايده يمسك اللي بعده. شايفين يا اصحابي حرف القاف؟ اول الكلمة فاتح ايده يمسك اللي
بعده، وسط الكلمه فاتح ايده يمسك اللي بعده. طب واخر الكلمه؟ زي ما هو. اخر الكلمه زي ما هو. اخر الكلمه زي ما هو. شاطرين يا اصحابي. حرف القاف صعب؟ لا سهل، عنده شكلين، اول الكلمه متصل واخر الكلمه زي ما هو. اصحابنا الحلوين، ده ميعاد الفقره اللي كلنا بنستناها. معانا مين النهارده؟ ايتن. ايتن عسوله يا ايتن. معانا النهارده يا اصحابي حرف ايه؟ قاف. حرف ايه؟ القاف. تيجي نراجع اصوات مع اصحابي. يلا يا ايتوله. قا فتحه. قا 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 قا. فاكرين قاف كسره؟ قي 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 قي. شطوره يا ايتونه. قاف ضمه. قو قو قو. قاف سكون. اق اق اق. شطوره يا ايتونه. تيجي نراجع الكلمات على كل حركه. يلا بينا. يلا يا ايتونه. قا 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 قا. بصوا كلمه ايه؟ قمر. قمر. شوفي فين القمر؟ فوق في السماء. شطورة يا ايتن. قا 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 فتحة. قي قي قي. بصوا كلمة ايه؟ قطار. 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 ماله القطار؟ بنعمل بيه ايه؟ بنسافر بيه. شطورة يا ايتن. بنسافر بالقطار. قي قي قا كسرة. طب قو قو قو. بصوا كلمة ايه؟ قطن. قطن. أصحابي كانوا أشطر منك المرة دي يا أيتونة. قو قو قطن. قو قو قطن. طيب وبالسكون؟ صقر. صقر. صق ق سكون. شطورة يا أيتونة. وكمان أصحابي شاطرين وأنا مستمتع خالص. أيتونة تيجي نلعب مع بعض؟ ماشي. يلا بينا. هقولك الكلمة وتقولي لي أنا كده بقول صح ولا غلط، اتفقنا؟ قفاز قفاز قفاز. كو كو كو. فتحة؟ ضمة. أحسنت يا أيتونة، شطورة خالص. قرد قي قرد. ضمة؟ لا كسرة. أحسنت يا أيتونة، شطورة. وايه كمان بيبدا بحرف القاف يا مس ولاء؟ يا مس ولاء ايه بيبدا بحرف القاف؟ قفص. قفص بالكسر؟ بالفتح. شطوره يا ايتونه، ممتازه، انت شطوره خالص واصحابي كمان شاطرين. يلا يا ايتونه نلعب لعبه تانية. ماشي. هنلعب ايه؟ دمج الحروف. نخلي الحروف تمسك في بعض ويكونوا كلمة. كونوا ايه؟ كلمة. هتقولي الكلمة؟ يلا. ق لا وميم. تبقى كلمة ايه؟ قلم. قلم. احسنت يا ايتونة، ممتازة واصحابي كمان شاطرين، انا سامعاكم كده. يا ايتونة وصلنا لاخر فقرتنا، نراجع مع اصحابنا اصوات حرف القاف. ماشي. ق فتحة. ق ق كسرة. قي قاف ضمة. قو قاف سكون. أق أق. شطورة يا أيتن، كده وصلنا لآخر فقرنا يا أصحابي. لهم يا أيتن إلى اللقاء. إلى اللقاء. أصحابنا الحلوين، يلا بينا نحل تدريبات كتاب المدرسة. حرف القاف، كتب ازاي حرف القاف؟ يلا يا اصحابي نقف على السطر، نلف نلف نلف، وننزل ننزل ننزل، ونقع من على السطر ونطلع تاني. واتفقنا يا اصحابي القاف وايها نقطتين زي عنينا الاتنين. شاطرين يا اصحابي. القاف اول الكلمه، لما تفتح ايديها تمسك ايد اصحابها تعمل ايه؟ بقف على السطر، الف 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 الف، واقفلها تاني وافتح ايديها على السطر واديها ايه؟ نقطتين
زي عنينا الاتنين. ده حرف القاف صح يا أصحابي، ده حرف القاف صح، ده حرف القاف. لأ لأ لأ، شاطرين يا أصحابي، ده حرف القاف لأ، ده حرف القاف لأ، ده حرف القاف صح يا أصحابي، ممتازين. ده حرف القاف لأ، ده حرف القاف لأ، ده حرف القاف صح، شاطرين. ده حرف القاف يا أصحابي، بس فاتح إيده يمسك اللي بعده. ده حرف القاف لأ، ده حرف القاف لأ، شاطرين يا أصحابي. يلا نحل تدريب كمان. ضع علامة صح عن صوت القاف، سامعين كويس يا أصحابي؟ يلا نسمع صوت حرف القاف. صق قق، سمعنا؟ صح يا أصحابي، سمعنا صوت حرف القاف. أق أق لام، أق لام، سمعنا صوت حرف القاف صح. كتاب كتاب، لا يا مس ولاء ما سمعناش. عق عق عقد، صح سمعنا صوت حرف القاف. صل الحرف المناسب، قاف كسرة قي، قاف ضمة قو، قاف فتحة قا. يلا يا أصحابي، أول كلمة معانا قطن، قو قو قو، قاف ضمة، أحسنتم. قرد قي قي قي، قاف كسرة. قمر قا 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 قا، قاف فتحة. قنفذ قنفذ، قو قو قو، قاف ضمة. قطار قي قي قي، قاف كسرة. قمح قا قا، شاطرين، قاف فتحة. ارسم وعبر عن الصوت، قا قا قا، قا فتحة. يا ترى نرسم ايه؟ قمر، شاطرين، كو كو كو، قاف ضمة. نرسم ايه؟ قطن، قي قي قي، قاف كسرة. نرسم ايه؟ قطار. واسيبكم يا اصحابي ترسموا. حدد الصور المتشابهة كما في المثال، قاف فتحة، قا قا قا، قفص، وقا قا قلب. طيب قاف كسرة، قي قي قي، قطة، أحسنتم. وإيه كمان؟ وقنديل، شاطرين. طب كو كو كو، شاطرين، سمعاكوا. قبعة. وإيه كمان؟ كلب؟ لأ، قفاز، أحسنتم يا أصحابي، شاطرين خالص. ضع دائرة حول حرف القاف، فين هنا يا أصحابي حرف القاف؟ شاطرين، وسط الكلمة، فاتح إيده، يا مس ولاء فاتح إيده. فين هنا حرف القاف ده؟ لأ لأ لأ، ده، لأ لأ لأ، ده، صح، آخر الكلمة زي ما هو. هنا فين حرف القاف؟ شاطرين يا أصحابي، وسط الكلمة، فاتح إيده يمسك اللي بعده. هنا فين حرف القاف؟ أول الكلمة، فاتح إيده يمسك اللي بعده. فين هنا حرف القاف؟ آخر الكلمة زي ما هو. يلا يا أصحابي نكتب حرف القاف، نقف ونلف نلف نلف، نقفلها ونقع من على السطر ونطلع تاني. عندها كام؟ نقطتين زي عنينا الاتنين، قاف فتحة قا. لتاني يا أصحابي، ونلف ونقع من على السطر وننزل تاني، عليها ايه؟ نقطتين، قاف كسرة قي، قاف ضمة قو. طيب لما تحب تفتح ايديها، نلف 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 ونفتح ايديها يا مس ولا قا، نلف 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 ونفتح ايديها قي، نلف 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 ونفتح ايديها قو. اكتب الحرف الاول مع الضبط، قطار قي قي قي، قاف كسرة. قفاز، كو كو كو، قاف ضمة. قمر، قا 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 قا، قاف فتحة. شاطرين يا أصحابي.
يلا نكون كلمات يا أصحابي. ق ل بعدها حرف الميم يبقى قلم. أحسنتم يا أصحابي، نرسم صورة قلم. ر ق رق رق رقم رقم، وهنا نرسم رقم. ق د م قدم. شاطرين يا أصحابي، نرسم هنا قدم. كده يا أصحابي وصلنا لآخر حلقتنا. اتعرفنا النهاردة على حرف القاف، انت بتكتب ازاي وصوته ايه. علينا كمان تدريبات كتاب المدرسة، تدريبات تانية كتير، ولعبنا مع بعض. تحت الفيديو في رابط لتدريبات كتاب المدرسة وتدريبات تانية كتير. كمان في اختبار تفاعلي تعرف اجابتك صح او خطأ في نفس اللحظة. لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب. الى اللقاء.